المحاولة الخامسة، يعني كنا بدأنا في الحديث على الباب الثاني وهو يخص مبادئ التفاوض، وقلنا أنه المبادئ دي يعني متعددة وكثيرة ومقسمة على 4 أصناف التي تخص المفاوض نفسه، وكذلك تخص السلوك التفاوضي، وفي القسم الثالث المبادئ التي تخص إدارة العمل في المفاوضات، وأخيرا القسم الرابع وهو المبادئ التي تتعلق بالتكتيكات التفاوضية. كنا خلصنا القسم الأول والقسم الثاني، ونمر الحين إلى القسم الثالث وهو يجمع المبادئ التي تتعلق بنظام العمل في المفاوضات. أول مبدأ يعني لا تتراجع، يعني محاولة تغيير رأي أو بنود اتفاق التي يعني تم التوصل إليها سيهدد المفاوضات الناجحة بالفشل، أو كذلك لما المفاوض يتراجع عن رأيه فهذا يعتبر نقطة ضعف ويمكن أن يستغل الطرف الخصم المفاوض الخصم بالضغط على المفاوض، وبالتالي هنا يعني المفاوض لابد انه لا يتراجع في مواقفه. 2، كن عضوا في فريق. طبعا من عناصر يعني نجاح اي فريق هو الفريق يعني مجموعه افراد، فنجاح الفريق هو يعتمد على اساسا على التناسق التنسيق عفوا والتعاون باعضاء الفريق، فبالتالي لابد أن كل عضو كل مفاوض في فريق تفاوضي يعني لابد أن يسير وفق الخطة الموضوعة بالتزام ذاتي. 3، احرص على مظهرك. وعليكم السلام أسطورة. احرص على مظهرك وسلوكك في أثناء الجلسات التفاوضية. طبعا المظهر والسلوك يعني له تأثير على ردة فعل الطرف الآخر، يعني لابد أنه يستريح ويكون الاحترام للطرف الآخر. 4، أحرص على أن تكون إجابتك صحيحة وبخاصة مع بداية الجلسات التفاوضية. يعني الإجابة الصحيحة يعني هي تفيد المفاوض أنه ما يمكن له أن يتراجع أو يعود لتصحيح ما سبق أن أجاب عليه، لأن ذلك سيظهر بالموقف التفاوضي بشكل كبير. أيوة أخبارة الصوت واضح أم لا؟ يعني بقية الزملاء الصوت واضح، يمكن عندك خلل فني ما بعرف. المبدأ الخامس، لا تكن على عجلة من أمرك وإلا فإنك لن تتفاوض بشكل جيد. يعني العجلة والاستعجال هي عادة ما يعني يعرض الشخص لنسيان بعض الأشياء أو بعض الأمور التي ربما تكون مهمة. فإحنا بنقول يعني في مثل عندنا في العجلة الندامة، فالعجلة في أي موقف يعني لابد أن يتفاداها المفاوض. ممتاز أخبارك. 6، لا تتكبر أو تتفاخر. طبعا التكبر هو يعتبر صفة سيئة للشخص بصفة عامة، لأنه يقلل من احترام الآخر طبعا، فبالتالي لو فقدنا الاحترام بين أطراف التفاوض فذلك يضعف الجلسات التفاوضية أو يضعف الحضور للوصول إلى اتفاق في الجلسات التفاوضية. كن صادقا. طبعا الصدق هو مطلوب يعني صفة عامة في كل الأعمال خاصة في التفاوض. طبعا الصدق هو يعني يعلي من مصداقية أمام الطرف الآخر،
ومصداقية لها يعني تأثير كبير على بقية الجلسات التفاوضية. ثمانيا، لا تتأخر عن الموعد المحدد. يعني نعرف انه تأخر عن الموعد المحدد اي وقت اخترا الدكتور كان الصيف كان في سؤال 15 خيارين صحيحة. والله انا ما يعني خارج من اجنبي اولا سؤال 38 انا ما بتذكر يعني ايش هي الاسئله، ما بظن انه صار في خطا. يعني لو امكن ليكي انك يعني تكتبي الاسئله يكون افضل. يعني انا ما عندي يعني اخذ زهره، يعني الكلام يمكن معرض للصح يمكن معرض الى الخطا. يعني ما تاخذي كلام زي كلام اللي يقولوا انه الاختبار صعب وفي تشتيت وغير كده. يعني شفتوا انتم الاسئله في الكويزات يعني الكلام ده ليس له اساس من الصحه. وده بيرجع لكم، لو عندك يعني دليل على ذلك فقدميه. طيب اخت ايه، المفردات الجديده هي من نفس من منهج، هي ما تعوض الشرائح، هي نفسها. لو تشوف انت المواضيع المفردات هي نفسها في المنهج، لكن هي حتزيد حتضيف حتكمل، يعني دورة تكميلي ما حتعوض الشرائح. طيب اخت ازمة، اليوم حنشوف في الكويز بعض الاسئلة اللي تخص المبادئ، مبادئ التفاوض. خلينا نجاوب على الأسئلة وبعدين نشوف شباب واحدة واحدة يعني ملاحظات كثيرة في نفس الوقت تيجي. أيوة أخت أفراح، لما ما يعرف الواحد يحل يقول من برا المنهج، يعني الإسقاط يعني ده عملية يعتمدها كثير الطالب الغير مجتهد، يعني متعودين على كده. لكن دايما يعني الحجة على من ادعى، لو فيه اثبات في شيء يعني يمكن تقدموه بتناقش الامر. فالغلط وارد، يمكن الغلطات يمكن، بس حتى لو كان غلط يعني سؤال او اثنين او ثلاثه من 40 سؤال ما لهم تاثير كبير، هذا لو افترضنا انه في غلط. ايوه ان شاء الله اخذوا ان شاء الله يعني حصلوا اي ثبات. يعني انا شبه متاكد، يعني ما متاكد طبعا، انه اللي يحضر المحاضرات ويجاوب على الكويزات، وفي تكليف ذاتي كمان يعني حينشر بكره في الليل، لو كل العمل ده تقوموا به فبحول الله اي ثلاث مضمونه. يعني انا خلصت الاختبار، الاختبار كله من الشرائح كله، يعني نفس الكلام نفس العبارات هي نفسها. فده يرجع لكم في الاخير يعني كيف بتراجعوا كيف يعني بتفهموا المواضيع والمصطلحات المطروحه. ان شاء الله مجتهدين. بس ما تاخذوا يعني كلام اللي قبليكم، يعني في مغالطه، خليكم يعني في ملاحظاتكم تخص الترم ده، خليكم متفائلين. يعني الاشاعات والمعلومات الغلطه يعني يمكن تؤدي الى التشاؤم، خلينا متفائلين، اعتبروا كلامي صح، وبعدين في الاخير بنشوف. طيب نرجع ل طيب يعني ذكرت انه في كلامي انه قمت بنشر تكليف ذاتي اول يبدا بكره ان شاء الله في الليل الساعه 10 والساعه 11 بظن، يعني يبقى خمس ايام عشان تجاوبوا على التكليف ده الاول ده. طبعا بعدين حيكون في تكليف ثاني يعني بعد اسبوعين كده، فمطلوب منكم انكم تجاوبوا على الاسئله المطروحه. طبعا هنا لابد اني
في ملحوظة لابد من الحديث عنها. أولا يعني التكليف ما فيه درجات، يعني هو تمرين بس، خذوا بالكم هو تمرين بس، اللي بيظن انه عليه درجات ده ما صح، الدرجات كلها على الاختبار النهائي. ممتاز. تسعة، المبدأ التاسع، اقتنع بالرأي قبل اقناع الاخرين به وكن مستعدا بشكل جيد. يعني لما الانسان يقدم رأيه يعني لابد انه يكون مقتنع برأيه لكي يمكن له ان يقنع الطرف الاخر. فبالتالي الاقتناع بالرأي هو من اساس او يعني وسيلة لاقناع الاخر. عشرة، حاول ان يكون اعضاء فريق التفاوضي مساوي لعدد اعضاء الفريق الاخر. طبعا العدد هنا يعني الافضل انه يكون عدد اعضاء الفريق هو نفسه بالنسبة للفريقين المتخاصمين، فريق التفاوضي والفريق التفاوضي الخصم. حداشر، تجنب التعقيد، واذا لم تستطع فابدا بالمفاوضات على الاقل بملخص مفهوم. يعني بنعرف انه التعقيد يعني يؤدي الى عدم الفهم، وعدم الفهم يؤدي الى عدم الموافقة على العناصر المطروحة. يعني طرف المفاوض الخصم لو ما فهم يعني موضوع معين بسبب التعقيد فهو طبعا لن يوافق عليه. 12، تنبه لعملية ترتيب المكتب، يعني ترتيب المكتب بطريقة مناسبة او طويلة المفاوضات لابد ان تاخذ عين الاعتبار، لان كذلك يعني تمكن من تبادل الاحترام والثقة بين الاطراف المتفاوضة. 13، كن حذرا من الشخص المداهن ولا تفرط في منح الثقة للطرف الاخر. هنا عايز اركز على النقطة دي وعايزكم يعني تنتبهوا كتير. يعني لما فريقين لما طرفين متفاوضين يدخلون عملية تفاوضية، يعني في اول بداية يعني الشخصين دول ما بيعرفوا بعض، يعني في اول لقاء حيكون كل شخص لديه درجة من الثقة ودرجة من الشك، اما تكون يعني ثقة كاملة او شك كامل او الاثنين مع بعض. فهذا في بداية كل عملية تفاوضية، يعني في خليط او مزيج من الشك والثقة. فهنا المبدأ ده يعني خذ بالك الشخص المداهن يعني ما تعطي ثقة كاملة للطرف الخصم، خلي دائما نسبة من الشك. 14، لا تقع بشراك من يفتعل الغضب. يعني يمكن انه ايوه غدرية ايش لا ما في يعني ايش لو وضحي يعني رايك وضحي رايك. لا تقع بشراك من يفتعل الغضب. طبعا بنعرف انه يعني الغضب هو يؤدي الى التسرع في الرد، يمكن الرد يكون غير متاكد، يمكن يتلفظ به يعني عبارات تزيد يعني ترفع من الغضب ومن الشك بين الاطراف، فبالتالي ده ما يسهل الوصول الى اتفاق. ايوه اقصد اعطي الثقه لشخص اول مره، يعني ما تعطي مو حكايه ما تعطي الثقه تماما، بس يعني يكون في درجه من الشك. اعطي الثقه لان الثقه هي بتسهل العلاقات الانسانيه، فلابد ان ما تكون الثقه 100%، يعني في درجه من الثقه وفي درجه من الشك. اخيرا المبدا 15، تفحص بنود الاتفاقيه التي تم التوصل اليها. طبعا تفحص يعني دراسه كل بنود الموجوده في الاتفاقيه، دراستها بعمق
قراءتها وطلعتها بعمق، ولو يعني احتاج الامر الى اللجوء الى اخصائيين في القانون فذلك ممكن. هنشوف بعدين يعني لما نحكي على الفريق التحفظي يمكن اللجوء الى اشخاص ثانيين يعني خارج العملية التحفظية، مثلا في حالة دراسة وتفحص بنود الاتفاقية. طيب كده خلصنا القسم الثالث، نمر الى المبادئ التي تتعلق بالتكتيكات التفاوضية. اولا اطرح اسئلة الحصول على اجابات ايجابية. طبعا في كل يعني حوار فيه اسئلة واجوبة، يعني دايما عشان تحصل على اجابات عشان تفهم ايش هي المواقف او التكتيكات التي سيعتمدها طرف الخصم، فتطرح اسئله لكي تتحصل الاجابات لكي توضح الصوره امامك. اثنين، كن مرنا فتنازل المقدم منك يمهد الطريق لتلتقي بالطرف الاخر. طبعا المرونه مطلوبه في كل مجالات الحياه خاصه في يعني العمليه التفاوضيه، لان المرونه بتساعد على الاقتراب من الطرف الاخر، على يعني الحد من المسافه التي يعني تربط بين المفاوض والمفاوض الخصم لكي يلتقوا في يعني نقاط مهمه للاتفاق. ثلاثه، توصل الاتفاق وحاول ارضاء الطرف الاخر في مساله تجدها مهمه بالنسبه له. يعني طبعا هو الهدف الرئيسي لعمليه التفاوض هو الوصول الى اتفاق. اتفاق يكون يرضي الطرفين، يعني ما يرضي طرف على الطرف الاخر. فعشان يعني نصل الى اتفاق فلا بد من يعني محاوله، يعني لابد اولا التمكن من تحقيق اهدافنا التفاوضيه، وكذلك محاوله انه الطرف الاخر يحقق اهدافه في العمليه التفاوضيه كذلك. اربعه، اجل مناقشه القضايا الاساسيه واعطي الوقت الكافي لدراسه جميع الحقائق وتقويم ابعاد الموقف. يعني تاجيل مناقشه القضايا الاساسيه من شانه ان يسهل عمليه التفاوضيه. فهنا حنشوف بعدين ان شاء الله انه في بدايه الجلسات التفاوضيه يحبب ان نبدا بالقضايا الفرعيه، لانه القضايا الفرعيه أو الثانوية الوصول لاتفاق فيها سهل، أسهل من القضايا الأساسية، وبالتالي يعني الوصول لاتفاقات على القضايا الفرعية هو يمهد الطريق ويسهل الطريق للوصول إلى القضايا الأساسية. خمسة، كن على بينة من أنك سوف لن تقاطع في الاجتماع وحافظ الاجتماع في مساره الصحيح. طبعا يعني تقاطع في الاجتماع بمعنى أنه الطرف الخصم ينسحب بنا العملية التفاوضية، فبالتالي لابد أنه في الحوار الذي يقوم بين الطرفين لابد أن يحافظ على المسار الصحيح للاجتماع لكي لا يحصل تهديد لمقاطعة الاجتماع أو بالانسحاب من الاجتماع. الاجتماع هنا بمعنى الجلسة التفاوضية. أيوة مريم، مدخلات خاطئة. ايوه، تفادي يعني المدخلات الخاطئه. طيب سته، تجنب الجلسات التفاوضيه الطويله. ليش نتجنب الجلسات التفاوضيه الطويله؟ لانه يعني تطويل جلسات تفاوضيه من شانه انه يتعب المفاوضين. قلنا يعني العمليه التفاوضيه هي محاطه بالضغط النفسي، محاطه بجهد نفسي و يعني جسمي، فبالتالي يعني كذلك يعني تطويل جلسة التفاوض يمكن يوصل الى ملل، فبالتالي هنا لابد من تجنب تطويل الجلسات التفاوضية. طبعا غادر غرفة الاجتماعات اذا ما اردت التشاور مع مساعديك ووجدت في ذلك فايدة. يعني هذا يخص الفريق التفاوضي، لما يكون فيه فريق يعني يمكن المفاوض ان يطلب يعني بريك او مطالبه
يعني مقابلة غرفة الاجتماعات لبعض الدقائق لكي يمكن له أن يتشاور مع أعضاء الفريق التفاوضي لكي يعني يصبح الصورة أمامه واضحة أكثر. ثمانيا، كنا نبدأ في طرح المسائل الرئيسية ولكن في الوقت المناسب. طبعا روح المبادرة لما تكون أنت بادئ في الموضوع، فبالتالي يعني يمكن لك أنك تنتظر الإجابات من الطرف الآخر. فالمبادرة هي عادة ما تكون عملية هجومية. تسعة، عالج توتر المشاركين، فإذا ما شعرت أنه في حالة من التوتر فاقترح وقتا للراحة. يعني بنعرف أنه التوتر يعني دائما نتيجه سيئة سلبية، فلو اتضح للمفاوض أنه أحد أعضاء الفريق التفاوضي أو المفاوض الخصم يعني له شعور بالتوتر، فهنا يمكن اقتراح يعني وقت بريك راحة لكي يعني يتعدى أو يعني يبعد عن كل عناصر التوتر، حالة التوتر دي. عشرة، لا تكن معقدا للأمور، فكلما كان الأمر سهل من وجهة نظر آخرين كانت استجابتهم أسرع وأكثر إيجابية. يعني دائما في يعني تعقيد الأمور هو من شأنه أن تكون له نتائج سلبية، لأنه يعني قلنا تعقيد يؤدي إلى عدم الفهم، وعدم الفهم يؤدي إلى عدم الموقع، عدم الاستجابة إلى كل ما يطرحه المفاوض، وبالتالي ده يعني ما يمكن من الوصول إلى اتفاق في عملية تفاوضية. 11، اجلس على رأس مائدة الاجتماعات مدير ظهرك النافذة مقابل الباب. يعني الجلسة يعني الشكل الجلسة هو كذلك يعني له تأثير على درجة الاحتراف المتبادلة بين أطراف التفاوض. 12، اطرح خطة شاملة لعمل الاجتماع، وفي غير ذلك فإن المفاوضات ستبوء بالفشل. يعني الخطة الشاملة التي تبين ايش هي اعمال الجلسات التفاوضية هو يعني من شأنه ان ينظم العملية التفاوضية. 13، احرص على ان يكون عدد المشاركين في الاجتماع عند حده الادنى. طبعا ده يخص الفريق التفاوضي، لابد ان يكون في حد ادنى بالنسبه لكل يعني المشاركين، لابد من الاتفاق على الحد الادنى. في غياب الحد الادنى تؤجل اي وقت نظريه. يعني الصوت ما بعرف الصوت واضح البقيه. يعني في غياب الحد الادنى يمكن الاتفاق على تاجيل العمليه او الجلسه التفاوضيه. 14، قدم تنازلاتك بحذر، انه من السهل عليك في اثناء الاجتماعات ان تلتزم بشيء ما. يعني التنازلات هي او العمليه التفاوضيه مبنيه على تنازلات، يعني كل طرف عشان يعني يقتربوا من بعض لابد انه كل طرف يقدم تنازلات. فهنا لابد من يعني تقديم التنازلات بحذر، اختيار الوقت المناسب واستعمال التنازلات دي عشان تحصل بها تنازلات من طرف المفاوض الخصم، لكي لا يكون هناك ندم في قرار التنازلات. صح؟ ممتاز مقترين. 15، لا تضيع وقتك ووقت الاخرين، وتعرف على برنامج كل شخص المفاوضات وخذ ذلك بعين الاعتبار. طبعا الوقت هو ثمين في الجلسات التفاوضيه، فهنا لابد من التركيز على العناصر الرئيسية للحوار عشان ما يكون في تضييع وقت. وبنعرف ان قلنا تطويل الجلسات التفاوضية من شأنه ان يؤدي الى الملل، يؤدي الى التوتر، وهذا غير منصوح به بتاتا في العملية التفاوضية. 16، لا تطل وقت الاجتماع اذا ما شعرت ان اهدافك تحققت، وكن محددا في العرض الذي تقدمه لطرف اخر. يعني لما المفاوض يحس انه أثناء الجلسة التفاوضية أو الجلسات التفاوضية هو حقق أهدافه، بالتالي هنا يحاول كيف أنه يعني يوقف الاجتماع.
لكي يعني من شأنه ده انه ما يمكن الطرف الخصم لمراجعه آرائه والتراجع عن بعض الآراء. 17 آخر مبدأ، اطلب استراحة قصيرة إذا كنت تستطيع أن تترك غرفة الفوضى، فإن يمكنك أن تقتضى بعض الوقت بأن تحول سير الحوار. يعني الاستراحة طبعا من شأنها قلنا الجلسات التفاعلية محاطة بالتوتر، محاطة بالتعب. فالاستراحة يعني مطلوبة لكل أطراف التفاوض. لو ما وافق يعني الطرف الخصم على الاستراحة، فيمكن يعني الاعتماد على تحويل الحوار إلى مواضيع ثانية التي من شأنها أن تبعد يعني أطراف التفاوض على الموضوع الرئيسي، وبالتالي يمكن تعتبر وسيلة لأخذ استراحة قصيرة. كده خلصنا الباب الثاني، نمر إلى الباب الثالث وهو أيوة أخبرنيها يعني المبادئ كثيرة بس بسيطة وسهلة، وهو في الاختبار في أربع أسئلة بس على المبادئ، أربع أسئلة كمان سهلة، يعني العبارة سهلة والإجابة واضحة، هنشوف ذلك يعني في الكويزات. تلخبط طبعا، لابد انك ما تلخبط اخ منيرة، يعني المفروض ان الطالب او الطالبة يعني تتفادى اللخبطة، هذا يعني من اساسيات اجابة على اسئلة ساعة خطأ واختيار متعدد، لابد انك تكون متأكدة من اجابتك. الله يعين الجميع، لأنه طبعا احنا دايما بكرر نفس الموضوع، لأن تعليمات العنادة بتأكد على يعني عدم حفظ أي مصطلح أو أي موضوع من المنهج، بالتالي لابد من احترام التعليمات دي. لا أخت أسماء، يعني الثقة هي أساس كل عمل، يعني الإنسان لو يفقد ثقته في نفسه فيفقد يعني اساسيات السلوك، لابد ان يكون في ثقه. يمكن الانسان بيخطا يعني ده باراده الله، لكن الانسان لما يشتغل يكتسب ثقه في نفسه، فبالتالي النتيجه عاده وغالبا ما تكون جيده. فاشتغل على الموضوع ده، احضر المحاضرات، لو عندك اسئله اسالي، لو اي شيء غير مفهوم اسالي، جاوبي على الكويزات، جاوبي على التكاليف الذاتية، والله موفق. أيوة أخ بالخير، الأسئلة السابقة لا تخلص بسرعة السرعة قد ما هي تخلص قدرات الذهنية للطرف. طبعا ملاحظتك يعني في مكانها، لا تقيس يعني، ف يعني لابد انه القدرات مع الفهم هو يعتبر من قدرة ذهنية، يعني لابد انه الطالب او الطالبة يكون متأكد من اجابته، ما في غضبية. قبل ما نمر الى الباب الثالث، يعني بقى عندنا 15 دقيقة، فنمر الى الكويز، نترك الفصل الثالث الى بكره. طبعا احنا بنحاول يعني نسرع شويه عشان يعني بقى عندنا 7 محاضرات 7 لقاءات، والابواب لسه احنا في البيت الثاني، فلابد من يعني السرعه شويه لكي نخلص يعني كل المقارنه. كمان بالنسبه للمفردات التي وقع تنزيلها، المفردات دي الجديده، ايوه بكره في محاضره عبد الله، يعني هنخصص لها محاضرة لمناقشتها. نمر إلى الكويز.
حضر حديك بعشر دقائق زي ما عودنا بالإجابة، يعني خذ وقت بالإجابة ما تتسرعوا، لكم عشر دقائق يعني كافية وشافية. أنا بدأ الكويز، ظهر عندكم على الشاشة الكويز، لسه ظهر الحين، أيوة ممتاز، يعني خذ وقت ما تستعجله. في أسئلة عن مبادئ، يعني نشوف طبيعة الأسئلة. لا أحصلها بعد الكويز، ما في محاضرة، على لقاء واحد بس مدته 45 دقيقة. بكرة حيكون في لقاء سادس من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:15. لا ما حناخذ الفصل الثاني الحين، أخبرها بكرة حيكون إن شاء الله، حيكون بكرة. أيوه سليم، أقرأ الأسئلة. أيوه، السؤال الأول: من مبادئ التفاوض التي تتعلق بالمفاوض هي الانفعال المخطط، عدم التردد، التردد، أو لا شيء مما سبق. أعيد السؤال: من مبادئ التفاوض التي تتعلق بالمفاوض هي ألف الانفعال المخطط، اثنين عدم التردد، ثلاثة التردد، أربعة لا شيء مما سبق. السؤال الثاني: أثناء الجلسات التفاوضية لا يجب على المفاوض أن يبقى تحت إغراء نجاحات مؤقتة وظرفية، صحيح أم خطأ؟ أثناء الجلسات التفاوضية لا يجب على المفاوض أن يبقى تحت إغراء نجاحات مؤقتة وظرفية. ثلاثة: من مبادئ التفاوض التي تتعلق بالسلوك التفاوضي هو ألف احترام الهوية الشخصية، ب التفكير قبل التكلم، ج ألف مع ب، د لا شيء ما سبق. أعيد السؤال: من مبادئ التفاوض التي تتعلق بالسلوك التفاوضي هو احترام الهوية الشخصية، التفكير قبل التكلم، ألف مع باء لا شيء ما سبق. أربعة: من مبادئ التفاوض التي تتعلق بنظام العمل في المفاوضات هو كن متفيدا الأخطاء، كن صادقا، كن على عجلة لا شيء ما سبق. من مبادئ التفاوض التي تتعلق بنظام العمل في المفاوضات هو كن متفيدا الأخطاء، كن صادقا، كن على عجلة لا شيء ما سبق. السؤال الأخير: عودة المفاوض لتصحيح خطأ سابق سيضعف من موقفه التفاوضي، صحيح أم خطأ؟
عودة المفاوض لتصحيح خطأ سابق سيضعف من موقفه التفاوضي، صحيح أم خطأ؟ هذه 5 أسئلة لفحص الكويز اليوم، إن شاء الله تكون إجاباتكم كلها صحيحة. حاولوا التركيز. ايوه اخترين في يعني بعد نهايه الكويز، لانه زملائك لسه بيجاوبوا على الكويز. انا شفت اجاباتك كلها بس ما قدرت هيك عليها اي راي، انتظر يعني حتى ينتهوا زملائك. القانون يعني سهله، بتشوف الاسئله سهله. أنا هو الصح. الأسئلة في متناول الكل. اللي ما بيحضر محاضرات بيجي ليه في الاختبار النهائي ويراجع ويظن نفسه انه ده كافي، فبالتالي لا يمكن له أن ينجح في العملية دي. بعدين بيجي بيقول إنه الأسئلة صعبة والأسئلة مشتتة وإلى غير ذلك، الأسئلة خارج المنهج، في إجابات أكثر من إجابة بس على الأسئلة، وهذا كله غير صحيح. بالتوفيق أخ زهراء. بقي 3 دقائق. شكرا لك يا بعدوك. باقي دقيقة على النهاية. أي وقت أفراح يعني بخلص الساعة 9:15، ما في إشكال يعني تخلص من هنا تبدأ من هنا يعني.
إذا رزقهم من شعيب مليئة من الدخول إلى رزقهم دكتور رحمة. ممتاز دكتور رحمة، يلا نمر إلى الإجابة. أولا يعني 72% إجابتهم صح. طبعا أولا انفعال مخطط، يعني الانفعال إيش يؤدي الانفعال؟ لما ينفعل مفاوض مثلا إيش يؤدي؟ سيبدأ يتفرج عليه المفاوض مخطط، وبالتالي أيوة يعني بكرة حنبدأ في الفصل الثالث إن شاء الله، اليوم خلصنا الفصل الثاني مبادئ التطور. طبعا الانفعال يعني إجابة خطأ، أيوة بالنسبة لأخترين يعني إجاباتك أنا شفتها، إجاباتك كلها صح ممتاز. انفعال مخطط خطأ. التردد، قلنا التردد يمكن أن يستغل الطرف الخصم للضغط على المفاوض، فبالتالي الإجابة الصح هي عدم التردد. اثنين، أثناء الجلسات التفاوضية لا يجب على المفاوض أن يبقى تحت أغراض تجاحات مؤقتة وضعفية. طبعا الإجابة هي صحيحة، لا يجب عليه ذلك، لأنه لو بقى تحت أغراض نجاحات فهذا يؤثر عليه سلبيا لكي يحصل نجاحات في الجلسات التفاوضية القادمة. ثلاثة، من مبادئ التفاوض التي تتعلق بالسلوك التفاوضي، أولا احترام الهوية الشخصية، يعني احترام الهوية الشخصية ده شرط رئيسي، لابد من احترام الشخصية شخصية الآخر لكي يمكن له أن يحترمك. لو ما تحترم المفاوض الخصم وبالتالي سيكون سبب، يمكن هو السبب الوحيد او الرئيسي لعدم وصول الاتفاق، تصبح الامور يعني شخصيه، تاخذ يعني شكل شخصي، وبالتالي سيتعلق ويعاند الطرف الخصم في اي امر او اي اقتراح يقدمه المفاوض. نشوف اثنين، التفكير قبل التكلم. طبعا ده مطلوب، التفكير قبل التكلم، لأن التفكير من شأنه أن ينظم كل ما سيقدمه الطرف أو المفاوض. أنا بصفة عامة في أي يعني موضوع في أي حوار عشان تتكلم المطلوب دائما أنك تفكر قبل ما تتكلم. يعني هنا الإجابة ألف وباء صحيحة، فبالتالي الإجابة الصحيحة هي جيم، ألف مع باء. أربعة، من مبادئ التفاوض التي تتعلق بنظام العمل في المفاوضات هو اللي شفناها اليوم، كن متفيدا بالأخطاء، كن صادقا، كن على عجلة، لا شيء ما سبق. طبعا متفيدا بالأخطاء بالخطأ يعني مو صحيح، ليش؟ يعني لم تركز على أخطاء الآخر، فبالتالي ستفقد التركيز في المواضيع الرئيسية للحوار، وكذلك ستمكن يعني الطرف الآخر من القيام بنفس الشيء، حتى هو سيبقى يعني يتصيد الأخطاء، فبالتالي الطرفين يفقدوا التركيز على العناصر الرئيسية للعملية التفاوضية، وبالتالي هذا ما يسهل الوصول إلى اتفاق. الإجابة الأولى خطأ، كن صادقا. طبعا الصدق مطلوب في كل عمل، لأن الصدق هو بيوضح الصورة للطرف الآخر. قلنا إحنا لما نبدأ العملية التفاوضية في درجة من الشك ودرجة من الثقة، لما أنت تكون صادق مع الطرف الآخر فإنك تعلي ترفع من درجة الثقة وتقلل من درجة الشك، وبالتالي ده يسهل الوصول إلى العملية إلى الاتفاق في العملية التفاوضية. كن على عجلة، طبعا ده خطأ، العجلة قلنا تؤدي إلى عدم التركيز، إلى الاستعجال في المواضيع، إلى نسيان المواضيع الرئيسية، إلى غير ذلك، فنتائجها دائما سلبية. آخر سؤال،
عودة المفاوض لتصحيح خطأ سابق سيضعف موقف التفاوض. طبعا الإجابة هنا صحيحة. لا أخت نورا، ليس الصدق، يعني طبعا الصدق مطلوب كنا، لكن تصحيح خطأ سابق يؤدي إلى إيش؟ أنت مثلا في علاقتك مع أخوك، لو أنت قمت معه بخطأ فهو يتذكر مثلا في عملية ثانية، يعني يستغل النقطة دي، يقول لك أنا قبل سامحتك في خطأ معين، فأنت لابد أنك تسامحني في خطأي مثلا. طبعا الاعتراف بالخطأ فضيلة هو، لكن لابد أن تتفادى الخطأ. يعني لو صار خطأ، يعني ما بنرجع في جلسة ماضية، يعني احنا في جلسة رقم 3 ونرجع لي اكتشفت انه صليت خطأ في جلسة رقم 1، فنرجع لجلسة رقم 1 واطرح الموضوع من جديد، فبالتالي ده يعني يقلل من الثقة لدى الطرف الخطأ، وبالتالي يكون له انعكاسات سلبية على امكانية الوصول الى اتفاق. يعني لو اكتشفت انك قمت بخطا في جلسه معينه واحنا في جلسه ثالثه، يعني تمادى، حاول انك يعني ما تجبد الخطا، لا تجبر الخطا ده، لكن حاول انك تصدر يعني تستغل امور ثانيه عشان يعني تغطي اخطائك. ليش تناقض اخت نورا؟ ما في تناقض. لا 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 ما في تناقض. يعني شوف، لو انت قمت بخطأ معين واكتشفت ذلك بعد حين، فما يمكن انه جلسة تفاوضية فيها ترتيب، فيها جدول اعمال، ما يمكن انك ترجع الى خطأ سابق، فده بيقلل الثقة وبيقلل الاحترام لطرف الخطأ. فبالتالي افضل شيء لو انت اكتشفت انك قمت بخطأ، خلاص الخطأ صار، فحاول انك تصحه بامور ثانيه للوصول الى اتفاق. يعني ما في تناقض هنا في الكلام. واضح شباب؟ ايوه اخت دورة. يعني حتى تستغل، يمكن هو اولا الطرف الخصم يمكن ان يرفض الرجوع الى الوراء، هذا اولا، ويمكن ان يرفض تصحيح اي خطا. يعني ده لو انت اصريت انك ترجع، هو اصر انه ما بيرجع، فيصير هنا اشكال، يمكن يصل الى التعنت، الى العناد، بالتالي يمكن ان يصل الى الوصول الى طريق مسدود، يعني عدم الاتفاق. واضح شباب؟ طيب ممتاز، بكره ان شاء الله بنتلاقى في نفس التوقيت ونتناول ان شاء الله الباب الثالث، بكره الساعه 8:30. كيف عندك محاضره اخ عبد الله؟ الجدول واضح يعني. طيب موعدنا نفسه بكره الساعه 8:30 ان شاء الله الى الساعه 9:15. ترى تصبحون على خير.